عفد هذه نقيح ماكسيموم 5-7 دقري ما يفوت 7 زيد الكونجيلاتور في المسخ خلال هذه الفترة إلى غاية 21 أوت تم تسجيل من طرف مختلف المراقبين لمدير التجارة 6778 تدخل، تم من خلالها تسجيل 533 مخالفة وتحرير 525 محضر رسمي. كذلك يعني أهم المخالفات التي تم تسجيلها خلال هذه الفترة يعني في 525 محضر رسمي هي عدم احترام شروط النظافة اللي تمثلت 163 محضر رسمي، وكذا عدم الإعلام بالأسعار والتعريفات اللي كانت 126 محضر رسمي، زيادة على عدم امتلاك عدم القيد في السجل التجاري اللي كانت 35 محضر، وعدم وأسعار وتطبيق أسعار غير قانونية اللي كانت 10 محاضر رسمية. زيادة ودائما في إطار الحرص على الصحة والسلامة للمستهلكين، قامت المديرية باقتطاع 76 عينة من مختلف المواد الحساسة، منها المرقاز، الحليب، الحلويات والمشروبات الغازية والمثلجات، حيث أسفرت هذه التحاليل عن عدم مطابقة 4 عينات المواصفات القانونية وتم متابعة أصحابها قضائيا.